أسألك على الجمهور، وأنت راجل لعبت كرة قدم ولعبت يمكن في فترات كان فيها جمهور وفترات ما فيش فيها جمهور، هل أنت شايف وجود الجمهور الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي شيء مهم جدا؟ وعايزك توصل رسالة لجمهور الأهلي من خلال تواجدك معايا، تحثهم فيها ان هم يكونوا موجودين جنب الفريق الفترة الجاية كلها، عشان الأهلي محتاج جمهور. هو فعلا الجمهور هو روح الفريق. يعني الجمهور روح الفريق، هو الجمهور طول ما هو في الملعب يعني بيحرك اللعيبه من جواها. فان شاء الله يعني نتمنى يعني هو مش نتمنى المسانده بتاعتهم كده كده في ظهر اللعيبه وفي ظهر النادي، فان شاء الله يعني اللعيبه تقدر تسعدهم وان شاء الله يعني البطولات ترجع تاني. هل ممكن لو قلنا ان مصر لو نجحت في تنظيم بطوله الامم الافريقيه اللي جايه 2019 ده ممكن يكون باب يتفتح في عودة الجمهور بالشكل الكامل؟ أكيد الواحد نفسه الجمهور يرجع تاني والدنيا تمشي تاني، يعني الكرة من غير جمهور يعني حاجة صعبة جدا. إن شاء الله الجمهور يرجع تاني والتنظيم يبقى على أعلى مستوى وإن شاء الله يعني ما فيش مشاكل تاني. هل شايف أن عدم وجود جمهور في معظم مباريات الدوري بيأثر بشكل سلبي مع الأندية المصرية لما تلعب في بطولات أفريقيا خارج ملعبها؟ أكيد طبعا، لأن الجمهور في الكورة حاجة تانية بصراحة، يعني الواحد بيحس اللي هو بيلعب كورة فعلا. فإن شاء الله الواحد يتمنى للدنيا ترجع تاني زي الأول والجمهور يرجع للمدرجات وإن شاء الله يعني الدنيا تمشي. لو سألتك إيه الماتشات اللي أنت تفتكرها كان فيها جمهور وكان فيها روح عالية جدا ودي مباراة مش تقدر تنساها سواء للأهلي أو للمنتخب؟ والله الاهلي يعني تابعت ماتش الترجي الاخير، الترجي والاهلي، شفت نهائي بطوله افريقيا، شفت الجمهور؟ طبعا شفته. الجمهور كان ليه عامل ايجابي كبير على النادي الاهلي. فطيب استقبالك بقى يعني ايه اللي انت تتمنى ان هو او الجمهور اللي هيكون موجود في التتش ان شاء الله لما يتم السماح للجمهور انه يكون موجود، ايه اللي انت منتظره من الجمهور تجاه اللعيبه وتجاه اللي هم على طول يبقوا واقفين في ظهر اللعيبه والمساندة على طول تبقى موجوده والجمهور طبعا بيفرق مع اللعيبه جدا، فان شاء الله يعني نقدر نحقق لهم اللي هم بيحلموا بيه. وجودك في نادي المقصه الفتره اللي لعبت فيها او سواء الفريق بني سويف او امبي، مش هتكلم عن الاسماعيلي عشان الاسماعيلي لعبت فيها فتره يمكن مش كبيره، لكن عايز اسالك على عدم لعبك في الانديه جماهيريه ومره واحده رحت النادي الاهلي، هل انت شايف ان دي حاجه ان شاء الله انت هتاخدها بمحمل الحماس والدافع الاكبر للبطوله دوري او افريقيا ان شاء الله؟ اكيد طبعا، انا لعبت مع الاسماعيلي ساعتها كان بجمهور وان شاء الله يعني الجمهور الاهلي يبقى يعني يعني سند لنا على طول وان شاء الله يعني نقدر نفرحهم. طيب.